ما يتعلق في، لو سمحت لي، انه ما يتعلق في استراتيجية الجماعات المتطرفة، ما يتعلق في داعش يعتبر هو من التنظيمات التي يقوم اصلا على مبدأ الشراسة الأمنية أو الشراسة الاستخباراتية، على خلاف من تنظيم القاعدة الذي يقوم على الحزام الناسف والكلاشنكوف. فإذا استراتيجية اختراق، مثل ما ذكر ضيفك، اختراق الأجهزة الأمنية خاصة في دول المنطقة والآن توجه إلى أوروبا، هي تعتبر استراتيجية، وسبق أن نجح في اختراق على سبيل المثال الاستخبارات العراقية. ما يذكر في مثل هذه العمليات، كانت هنالك عملية في قرص قامت بها تنظيم القاعدة كعميل مزدوج، وقتل حوالي في عملية انتحارية حوالي 5 من عملاء CIA. فإذا اختراق الأجهزة الاستخبارية يبقى هو هدف استراتيجي إلى الجماعات المتطرفة. نعم.